لا يمكن الحديث عن إحياء اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب دون تسليط الضوء عما يعانيه مواطنون صحراويون عزل في الأراضي المحتلة على يد المحتل المغربي. هذا اليوم الموافق للسادس والعشرين جوان من كل عام تحييه الأمم المتحدة تحسيسا منها بأن التعذيب يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، لكن الانتهاك الممارس على الصحراويين العزل من طرف المخزن فاق كل أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي. ولعل ما يعانيه المعتقلون السياسيون الصحراويون لا دليل على أن نظام المخزن المغربي داس على كل القوانين والأعراف الدولية، فخلال هذا الشهر قدمت ثلاث منظمات غير حكومية أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب الأممية، تتهم الرباط بتعذيب ناشطين صحراويين يدافعون عن حقوق الإنسان. رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية تحصي اليوم 42 معتقلا سياسيا صحراويا، منهم من يقضي أحكاما تتراوح بين 20 سنة سجنا نافذا والحكم بالمؤبد. ذنب هؤلاء هو مناهضة الاحتلال والمطالبة بحق تقرير المصير مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية. هي إذن مناسبة يعلن فيها المجتمع الدولي مساندة ضحايا التعذيب، لكن بالنسبة لنظام المخزن فالمناسبة ما هي إلا استمرار للتنكيل بالمدنيين العزل. فإلى متى سيستمر نظام المخزن في بطشه وعدوانه في وقت يدعو فيه الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش في هذا اليوم إلى تفكيك النظم التي تسمح بالتعذيب أو إحداث تحول جذري فيها؟